عليكم اصدقائي، نتمنى انكم تكونوا على خير. واليوم غادي نتكلم لكم على واحد البرودوي اللي كنعرفوه جميعا، ليستيريني. كيف كتعرفوا كنشللو به الفم ديالنا من بعد ما كنغسلو سناننا، واليوم نقول لكم بعض الاستعمالات اخرى اللي ممكن تستعملوه. بالنسبه للناس اللي عندهم القشره في شعرهم، الا ما كانوش كيستعملوا شي تريتمون للشعر ديالهم، ممكن يوضعوا شويه ديال ليستيريني في القطن ويوضعوا على الجلد ديال الراس ديالهم ويخليوها 10 ديال الدقائق، ومن بعد يغسلوا شعرهم بشامبوان عادي. وإذا كانوا عندنا شامبينيون في الضفار ديالنا درجلينا، ممكن نوضعوا شويه القطن ونضعوا فيه ليستيريني مزيان ونمسحوا به داك الضفار ديالنا مزيان. وكيف ممكن الفرشه ديال الاسنان اللي انا كنستعملوها يوميا، كيكون فيها بعض الاحيان ميكروبات، نوضعوا شي شويه ديال الماء ونضعوا فيه ليستيريني ونخليو هاد الفرشه ديالنا الليله كامله، والغد ليه نغسلوها ونستعملوها عاد. انا هنايا عندي ليستيريني مخلطه مع الماء، كنستعملو بزاف ديال الاستعمالات. كنمسح به الشاشه ديال لورديناتور، كنرش شويه هنايا في شي منديل اولا في شي مشوار كلينكس، وكنمسح الشاشه مزيان، كتخليها مسوحه وفيها واحد الريحه زوينه. كيف ممكن الا كنت في المطبخ وكانوا واستعملت البصله والثومه، كيف كتعرفوا كتبقى الرائحه خايبه في اليدين، كناخذ واحد جوج رشيشات من هذا الخليط اللي عندي هنا، تزول ديك الريحه ديال البصله والثومه وتخلي واحد الريحه زوينه في اليدين. كيف ممكن الا كانت عندنا ستيل ديال النفايات في الكوزينه اولا في التواليت، الا كانوا عندنا فيهم الريحه خايبه، كنرشوا شويه في ديك ستيل ديالنا تيخلي الريحه ديالو زوينه. اصدقائي، الا كانت الماكينه ديال الصابون اولا الصبانه الا كانت تخرج واحد الرائحه خايبه، ممكن نخويو فيها شويه ديال ليستيريني وكندوروها واحد الدوره غير ديال التشلال، كتزول هذيك الرائحه. وباش نرتاحو رجلينا، ناخدو واحد البانيو ونديرو فيه شويه ديال الماء دافي ونخويو فيه شويه ديال ليستيريني، منها كيرتاح لينا الرجلين ومنها كنخليو واحد الريحه زوينه في الرجلين ديالنا. اصدقائي، نتمنى هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، ونتلاقاو في الفيديو المجيء ان شاء الله.